يا قط هناك اهي. ماشي يا حاج. ثواني بس. ها ثواني بس. طب ما تاخروش عشان الاكل. ماشي يا حاج. يلا تعالى. الله لك يا اخويا هيبرد. كل يا بنت كل يا واد. ايه ده الله الصور الحلوه دي. ايه ده سبارتا. ده انا بحب الفيلم ده قوي. ادي بقى قلت يا ستي. شكلك بتحب المصارعه الحره. يعني انا مش مصدقه اني دخلت اوضتك. ليه يا شاديه؟ هي اوضه الملك فاروق. فاروق مين؟ فاشر. دي اوضه عادل حديد. بالك يا عادل، اول ما دخلت الاوضه حسيت كده ان ريحها حلو وخفيف هين عليا امدد وانعس. طب خلاص لو تحبي يعني انا ممكن اخرج بره وانت تمدد براحتك. سيبني لوحدي يا عادل. لا انت عارفه المولة للسرير دي كلها مش سوقي انا، يعني عاملها عمولة. طبعا ما عشان اللي بينام عليها اسد. رغم انها عمولة بس بصحى من النوم برضو جسمي مكسر. عشان بتنام نومت العايز. مش تستنوا الضيفة؟ الضيفة بقالها ساعة مع اخوك في اوضته، باين عليهم مش فاضيين ياكلوا. ماشي بطلي اكل، انا هروح عند اهلها. روحي يا اختي شوفيها روحي، انا عن نفسي هاكل. ازيك يا شيخ؟ اهلا؟ ازيك يا اماني؟ ايه الحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر. تسلمي يا اماني، اخبارك ايه؟ ما شفتكيش وانا ده؟ شايفة اختك تعبانة قوي نايمة من النوم كده جسمي مكسر. نفس المولى لبردك؟ لا اصل المولى البيت كلها اللي عاملها عمولة. حبيبتي يلا احسن الاكل هيبرد. يلا اتفضلي. يلا كده اهو برضه يا عادل. مش قلت لك ابقى جيب لي غيرتك الوسخه اغسلها؟ اتفضلي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا اتفضلي.